السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عين تيموشنت لنعرفكم على هذه الحاضرة المائية التي تم إنشاؤها في إذن ولاية عين تيموشنت بالقرب من جزيرة رشكون، واللي هي واحدة من القلائل نتاع الحظائر المائية التي تقع على شاطئ البحر، وهي كذلك تعد واحدة من أكبر الحظائر الألعاب المائية في الجزائر، واللي مازال فيها توسيعات، يعني مازال لم تكتمل كلية، لكن تم افتتاحها هذا الأسبوع بولاية عين تيموشنت. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم.